الضربة التي يضرب بها هذا الكائن لحاء الشجرة، لو أن أحدنا ضرب دماغه أو أنفه 3 أو 4 ضربات سيغمى عليه على الفور، وربما من ضربة واحدة. هذا الكائن يضرب بسرعة تقريبا 400 ضربة في الدقيقة، يصل في بعض الأنواع إلى 1000 و1200 ضربة في الدقيقة الواحدة. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، سوف نرى الآن معجزة هندسية حقيقية في الطبيعة، من أقوى أنواع الجماجم في عالم الطيور، إنه نقار الخشب. دعوني أولا أرى معكم هذه النقرات العجيبة التي يصل ترددها إلى أكثر من 1000 نقرة في الدقيقة في بعض أنواع نقار الخشب، وعلى الرغم من ذلك لا يختل دماغه ولا تتأثر جمجمته بسبب التصميم المعجز الذي يتميز به هذا الكائن، والذي يناقض كل ما قاله علماء التطور ويثبت أن هذا الكائن الله هو الذي خلقه وأعطاه هذا التصميم الفريد. انظروا معي أيها الأحبة إلى هذه النقرات العنيفة حقيقة. هو يحفر هنا ليخلص هذه الشجرة من الديدان الموجودة في داخلها. سبحان الله، يعني هناك حكمة عظيمة. زود الله هذا الطائر بتقنية رائعة لثقب الأشجار القاسية واللحاء القاسي هذا، والنفاذ إلى داخله، ينفذ إلى داخله ليتناول هذه الحشرات والديدان التي تعمل على إيذاء هذه الشجرة فيخلصها منها. سبحان الله. انظر أخي الحبيب، الضربة التي يضرب بها هذا الكائن لحاء الشجرة، لو أن أحدنا ضرب دماغه أو أنفه 3 أو 4 ضربات سيغمى عليه على الفور، وربما من ضربة واحدة. هذا الكائن يضرب بسرعة تقريبا 400 ضربة في الدقيقة، يصل في بعض الأنواع إلى 1000 و1200 ضربة في الدقيقة الواحدة. ولولا هذه السرعة وهذه التقنية حقيقة لا يتمكن هذا الكائن من كسب رزقه، ولا يستطيع أن يخلص هذه الشجرة من الحشرات في داخلها والديدان التي تفتك بها. سبحان الله. كما أنه يحفر في هذه الشجرة أعشاشه ليضع بيضه فيها بشكل آمن جدا، لا يستطيع أي كائن أن يصل إليها لأن هذا الكائن لديه قدرة على الثقب غير متوفرة في كائنات أخرى. لذلك انظروا هنا كيف أنه سبحان الله يجتهد ويعمل ويضرب ولا يمل ولا يتأثر. ويقول العلماء إن توجيه المنقار يجب أن يكون بشكل عمودي تماما وبشكل متناسب مع تصميم جمجمته، وإلا سيتمزق دماغه. هذا الكائن أخي الحبيب زوده الله بأربطة مطاطية إسفنجية موجودة بين المنقار وبين الجمجمة على عكس بقية الطيور. مهمة هذه الأربطة أن تمنع الصدمات، ويقول العلماء يتمتع هذا الكائن بأفضل مانع للصدمات على الإطلاق. يعني البشر اخترعوا موانع مخمدات للصدمات موجودة في السيارات وفي القطارات وغير ذلك. كل ما اخترعه البشر حقيقة لا يساوي شيئا أمام مانع الصدمات الذي خلقه الله لهذا الكائن. انظروا كيف يمد رأسه وله لسان طويل
وفيه نوع من اللزوجة والأشواك، يعني لسان شوكي ولزج جدا، يستطيع أن يمد ويلتقط ويحدد مكانها سبحان الله بآليات لا تزال مجهولة حتى الآن. يستطيع أن يحدد مكان هذه الدودة في الداخل ويلتقطها بكل سهولة، بل ويرصد أنه في هذا المكان يجب أن يحفر، هو لا يحفر عشوائيا على فكرة. وربما هذا من أكثر ما حير العلماء، كيف يستطيع هذا الكائن الصغير الذي بعض أنواعه دماغه بحجم حبة الكرز أو حبة العنب، كيف يستطيع أن يتحسس ويعلم ويعرف أنه في هذه المنطقة هناك ماذا؟ هناك ديدان تتكاثر في هذه المنطقة، وبالتالي يحدد من الخارج ويبدأ بالثقب والحفر حتى يستخرج كما تشاهدون معي هنا، يستخرج هذه الديدان ليتغذى عليها ويطعم، والأنثى تطعم أولادها وتتكاثر وتحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. حقيقة أيها الأحبة، هذا الطائر يجب أن يكون عبرة لنا. من الذي زوده بهذه الجمجمة القوية؟ ثم إن هذا المنقار يتميز بتصميم مثالي مدبب من الأمام، وله صلابة عالية جدا، وبنفس الوقت هو مرن لا ينكسر، يعني هو يتميز بصلابة ويتميز بمرونة معا، بحيث أنه لأن لو كان صلبا مثل الزجاج ينكسر، ولكنه كالفولاذ، فيه ميزات تشبه الفولاذ بل أقوى منه. تصميم جمجمة هذا الطائر حتى الآن العلماء كانوا يظنون أنها فقط مزودة بمانع الصدمات، ولكن تبين لهم أخيرا في دراسات حديثة أن تصميم جمجمة هذا الطائر أصلا صممت لهذا العمل، يعني لم تتطور طبيعيا مثل كما يدعي كثير من علماء التطور، بل له تصميم معين الذي قام بتصميم جمجمة هذا الطائر يعلم المهمة التي سيقوم بها، فأعطاه تصميم محدد ونوعية للعظام وبنية هندسية للعظام مع مانعات الصدمات هذه التي تشكل أربطة وأنسجة مرنة جدا وبنفس الوقت لا تتمزق. الذي أعطاه هذا التصميم هو يعلم ماذا سيقوم به هذا الطائر. لذلك هنا أنا يجب أن أتذكر آية كريمة، قال فمن ربكما يا موسى، عندما فرعون سأل سيدنا موسى وهارون من ربكما يا موسى ماذا قال لهم؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله هو الذي أعطاه هذا الخلق ثم هداه أيها الأحبة. لذلك هذا الطائر أخي الحبيب يرد على كل ملحد، يرد على كل إنسان يقول لا إله، يرد على كل إنسان يدعي أن الكائنات وجدت بالمصادفة. من الذي أوجد هذا التصميم الفريد الذي نراه بأعيننا؟ أي طائر آخر لو أنه ضرب دماغه عدة ضربات في 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 جدار أو في حائط أو في شجرة ربما يتمزق دماغه، ولكن هذا الطائر سبحان الله الذي حير العلماء والذي اعتبروه معجزة طبيعية، للأسف نحن نقول معجزة إلهية، لأن الله تعالى هو القائل، الله خالق كل شيء. انظروا له تصميم فريد للسان طويل يلتف حول الجمجمة، يستطيع أن يطلقه ويتميز بلزوجة ومثل الأشواك يلتقط مع العلم أن المكان مظلم هو لا يرى، غالبا هو لا يرى ماذا يوجد، ولكنه يلتقط إشارات معينة بدماغه ويحدد مكان الفريسة وهي الديدان ثم يلتقطها بسهولة. انظروا كيف يحفر وكيف يجتهد ولا يتعب، يمكن أن يمضي نصف نهاره بهذا الشكل وهو يضرب ولا يتعب ولا يهترئ هذا المنقار. يعني نحن لو لدينا آلة حفر ونحفر بها كل يوم هناك انكسارات تحدث،
هناك اهتراءات، هناك صدأ، هناك تآكل للمعدات الهندسية التي اخترعها البشر. بينما هذا المنقار، هذا المخلوق الضعيف الذي طوله 20 سنت مثلا يعني بهذا الحجم، يقوم بكل هذه الأعمال. لماذا خلقه الله؟ ليقول لنا جميعا أحبتي في الله، انتبهوا معي، ليقول لنا إن الله عز وجل قادر على أن يضع لنا آيات في الكون تبين لنا أنه قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، تظهر لنا عظمة الخالق. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هذا الطائر لولا أن الله سخر له هذا التصميم الفريد، وحتى لديه كلابات بالنسبة للتصميم الأرجل عندما درس العلماء، قوة الضربة التي يضربها حقيقة تحتاج إلى تثبيت. يعني نحن الحفارات الهندسية التي تحفر، الآلات الهندسية التي تحفر الآبار أو تحفر في الجبال أو تحفر في مكان معين، يقول يتم تصميمها بحيث أنه يتم تثبيتها بشكل قوي وإلا ستنقلب. الله أعطاه تصميم لأرجله مثل الكماشة، يمسك باللحاء الشجري بقوة هائلة جدا تمنعه من الانفلات أثناء الضرب. كذلك ذيله مصمم بطريقة خاصة تناسب هذه المهمة التي يقوم بها. العلماء أحبتي في الله يقولون إن هذا الكائن حقيقة يعني في كل شيء فيه آية. في دماغه تصميم فريد، في تركيب الجمجمة وانفصالها عن المنقار ووجود هذه المانعات للصدمات تصميم فريد، تصميم قلب الطائر والدورة الدموية. يعني لما ندخل إلى الدورة الدموية المهمة جدا، لأن العمليات العنيفة التي يقوم بها هذا الطائر تتطلب قلب قوي جدا وصغير نفس الوقت، وتتطلب دورة دموية قوية جدا لأنه يبذل جهد جبار يعتبر، فيحتاج إلى كمية هائلة من الأكسجين. كما أن هذه الجمجمة فيها جهاز تبريد يعني انظر أخي الحبيب، أنا أعطيك فقط مبادئ بسيطة وإلا التصميم أعقد بكثير. لو أردنا أن نتعمق هندسيا في هذا الطائر سنكتشف الكثير من العجائب سبحان الله. جمجمته لها تصميم فريد من نوعه، تستطيع أن تتحمل أقوى الصدمات. الدورة الدموية تدور يعني تلف بسرعة دورات معينة، بحيث أن هذا الطائر يأخذ كمية كبيرة من الأكسجين. بالإضافة أيضا أحبتي في الله، هناك في دماغه نظام تبريد خاص، لأن عملية الاحتكاك هذه نحن نعلم الآلات الهندسية التي نستخدمها في الحفر تحتاج إلى تبريد. الله زود هذا الكائن بنظام تبريد خاص في جمجمته هنا ليمنع يعني غليان الدماغ، لأن الدماغ سيغلي في مثل هذه الحالة. هذا الخبط المستمر، هذا آلاف الضربات يضربها دون أن يتأثر، الدماغ سوف يغلي نتيجة الاحتكاك. فالله عز وجل هيأ له نظام خاص لتبريد الجمجمة، لتبريد الدم أيضا، كذلك هيأ له نظام اتصالات خاص، أنه يشعر عندما يبحث عن الديدان، لأنه لا يحفر عشوائيا، لأنه لو كان سيحفر عشوائيا يمكن أن يمضي طوال النهار ويصرف طاقة هائلة ولا يستفيد شيئا. لذلك لديه قدرات على تحسس آثار هذه الديدان. ربما والله أعلم يستطيع أن يلتقط الإشارات الصوتية وحركة هذه الديدان التي تحدث احتكاكا في داخل الشجرة، فيستطيع أن يلتقطها بأرجله أو بوسائل معينة، ويعلم أن هذه المنطقة فيها ديدان، فيبدأ بالحفر مباشرة ولا يتعب نفسه. وبالتالي هذا المخلوق الصغير، المخلوق التافه،
صدق أخي الحبيب أنه يتفوق على الإنسان في كثير من النواحي، هو أقوى من الإنسان، الإنسان ضعيف جدا، ولولا هذا التصميم وهذه الإمكانيات هذا الطائر لا يمكن أن يعيش ولا يتكاثر ولا يستطيع أن يستمر، وكنا لا نستطيع أن نراه اليوم. لذلك هنا أخي الحبيب أنا أود أن أغتنم مثل هذه المشاهد وأقول لا تيأس، لأن الله عز وجل تكفل برزق كل المخلوقات، وما من دابة في الأرض لم يقل على الله رزقها، لم يقل يرزقها الله، ماذا قال؟ دقق معي، وأنا دائما أدقق على صياغة كلمات القرآن، أسلوب القرآن فيه إعجاز. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. سبحان الله، تخيل أن ملك من الملوك يقول لك علي رزقك، فهل تحمل هما؟ إذا كان ملك قوي وقادر وغني لم يقل لك أنا سأعطيك أو سأمنع، قال أنا علي. لذلك هنا الله وكأنه عز وجل ولله المثل الأعلى، كأنه ألزم نفسه بقانون إلهي ولن تجد لسنة الله تبديلا، ألزم نفسه برزق كائناته، لأنه حاش لله ولا ينبغي لإله عظيم أن يخلق مخلوقا ثم ينساه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فالذي رزق هذا الكائن الضعيف الصغير وأعطاه كل هذه الإمكانيات وهيأ له هداه إلى الطريق الصحيح في الرزق، هذا الإله غير عاجز أن يرزقك، أن يحفظك، أن يصرف عنك الشر، أن يهيئ لك أسباب الشفاء، أسباب النجاح، أسباب الكسب الحلال، ولكن فقط أنت فقط توجه إلى الله. الله خلق هذا الكائن من أجلنا أيها الأحبة، وهذه الكائنات خلقها وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. خلق كل هذه العجائب لنتفكر، لأن الله يحبني ويحبك. الله ليس بحاجة أن يخلق آيات في الكون ليدلنا على وجوده، ولكن من رحمته سبحانه وتعالى ومن كرمه وفضله ورأفته بعباده أنه وضع لنا كل هذه المعجزات الإلهية في الخلق ليدلنا على وجوده، لنستيقن بوجود الله عز وجل، وهو القائل فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع عليم مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.